عودة إلى هذا الحوار الهادي والراقي مع القيمة الرياضية والإدارية الكبيرة السيد اللواء محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر المقاصة اللي مشرفنا الليلة في البيت الكبير الحقيقة وفي قناة الأهلي بالطبع. أهلا وسهلا سيد اللواء محمد، برحب بحضرتك مجددا. احنا مرينا كده مرور عابر على فكرة الكشافين أو اللجنة الفنية اللي النادي عاملها خاصة باكتشاف المواهب في المحافظات ودوري الدرجة الثالثة والرابعة وما إلى ذلك. ازاي الفكره دي جت والمجموعه اللي موجوده واضح ان هم مجموعه مدربين كبار ومتميزين كلهم سيد اللواء محمد؟ يعني الحقيقه لا 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 ناس بتحب الكوره وعينيها كويسه ما كانوش كبار، لا ده شباب صغير وبيعشقوا اللعبه وبيحبوا النادي فكانوا بيشتغلوا معانا في نادي في 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 فريق المقصة اللي كنا بنلعب بيه في بطولة الشركات. ولما خدنا النادي انضموا له. هايل. وكانوا بيروحوا، هم كانوا لما كنا بنلعب في الشركات كانوا بيلفوا يشوفوا لعيبة ويجيبوا لعيبة كويس. فلما اشتغلنا في مع النادي ابتدوا هم يلفوا ويدوروا على ويجيبوا بقى، جابوا ميدو جابر وجابوا حسين الشحات وجابوا محمد مسعد وكابوريا، يعني هم اللي لموا مجموعه من اللاعبين المغمورين تماما وجم وظهروا حتى الأفارقة في نجاح لمصر المقاصة يعني الحمد لله. إيريك تراوري وغيره إيريك تراوري إيريك تراوري برضو كانت عينينا وقعت عليه مع أنه كانش باين قوي مع أسوان لكن حسينا أن الراجل ده فيه حاجة يعني فدفعنا فلوس بتاعته وخدناه. جون أنطوي كان في النادي الأهلي وللاسف من سوء حظه انه ما تألق في مصر المقاصة بشكل كبير جدا وكان بعبع الفرق الثانية يعني باولين فوافي من احسن لاعب الأفارقة اللي جت مصر وعامل معانا تاريخ رائع. يعني نقدر نقول ان مصر المقاصة الان ربما يكون في نادي او اتنين لاعبيهم اللي نشأوا في النادي او تم صقل مهاراتهم في النادي وجم من انديه اخرى هو اكتر نادي مصدر او مفرخ للاعبين الى الدوري دلوقتي ممتاز. طبعا الاسماعيلي ما حدش يقدر يقرب منه وانبي والله في وقت كان عنده قطاع ناشئين هايل وخرج عدد كبير من عنده قطاع ناشئين رائع. انبي برضه مشتغل بنفس السياسه بس الاختلاف اللي بيننا وبينه وده ناتج ان احنا ما كانش عندنا قطاع ناشئين بمعنى قطاع ناشئين. النهارده بقى عندنا قطاع ناشئين وبقينا بنطلع من الناشئين عندنا احنا في مع الفريق الاول في فريق الامل بيلعب مع بيتدرب مع الفريق الاول في مواعيد تدريب الفريق الاول وبيروحوا يلعبوا ماتشاتهم مع الفرق السنيه مراحل السنيه ويرجعوا يتمرنوا مع الفريق الاول والمدير الفني عينه عليهم. كمان احنا طبعا النادي الاهلي مش انحيازا حضرتك عارف سياسته يعني قطاع الناشئين ما شاء الله ما فيش تقريبا لاعب في ما فيش نادي في الدوري الممتاز ما عندوش لاعب من النادي الاهلي مواليد 99 و2000 وما الى ذلك عندنا لانه بيبقى في صعوبه في اللعب للفريق الاول فقطاعات الناشئين لما بتكون ناجحه او الرؤيه اللي موجوده في النادي في استقطاب لاعبين واعاده الانديه بالتاكيد بتفيد بيت الانديه سواء في اعارات او بالزبط. في بيع نهائي لا النادي الاهلي بطل يبيع نهائي الاهلي بيعير علشان يشوف اللعيب ده لو ظهر هيرجع لو مستواه ما كانش اللعب النادي الاهلي الامر مختلف شويه الشخص بيبقى محتاج شخصيه وبيبقى محتاج صقل وفتره طويله طبعا. هو لو موجود في الاهلي مش هيلعب ممكن يكون على دكه البدلاء فلما تيجي فرصه ان هو يلعب في نادي اخر فيتم صقله ويزداد خبراته ينضج زي ما بنقول ثم يعود للنادي الاهلي وتجارب كتير زي ما سيادتك وتجارب ناجحه تجارب ناجحه جدا وكمان بتخلق نوع من التعاون بين الاهلي وبين كل بين الانديه عشان كده الحقيقه علاقه مجلس الاداره وكابتن محمود الخطيب بشكل خاص بكل انديه مصر في احسن صوره يعني